السلام عليكم واهلا ومرحبا بكم في قناتكم كورة شراب. لطفا قبل ان نبدأ فلا تنسوا ان تدعمونا بلايك اسفل الفيديو حتى نوصل هذا الفيديو ل9000 لايك. لو بتحب سمير غانم ما تنساش تضغط لايك اسفل الفيديو، فهذا يساعدنا كثيرا في معرفة عدد المتعاطفين مع دلال عبد العزيز. ولا تنسوا ان تضغطوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس لكي يصلكم كل جديد اولا باول. إيمي سمير غانم تزور قبر والدها في الجمعة الثانية بعد وفاته. حرصت الفنانة إيمي سمير غانم على زيارة قبر والدها الفنان الكبير الراحل سمير غانم اليوم الجمعة في الأسبوع الثاني بعد وفاته، ونشرت عبر ستوري حسابها على إنستغرام صورة تظهر واجهة قبر والدها الفنان الراحل في إشارة إلى زيارته اليوم دون أن تتبعها بأي تعليق. ورحل عن عالمنا النجم الكبير سمير غانم يوم 20 مايو الماضي عن عمر نهز 84 عاما، وذلك بعد تعرضه لوعكة صاحقة حيث عانى من خلل بوظائف الكلى ونقل على إثرها لغرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات المهندسين، وتدهورت حالته الصحية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة هناك. وكانت الفنانة إيمي سمير غانم نشرت مؤخرا صورة مؤثرة من خارج غرفة والدتها الفنانة دلال عبد العزيز داخل المستشفى التي تعالج فيه من تبعات الإصابة بفيروس كورونا المستجد. واحتوت الصورة التي نشرتها إيمي سمير غانم عبر خاصية ستوري بموقع إنستغرام على عبارة مؤثرة تمت كتابته على ورقة وعلقت على باب غرفة دلال عبد العزيز: المريضة لا تعلم أي شيء عن زوجها، في إشارة إلى عدم إخبارها بوفاة الفنان سمير غانم منذ أيام حتى لا يؤثر ذلك على صحتها النفسية. حسن الرداد يدعو لوالدته الراحلة ولحماه سمير غانم أرجو الدعاء. كشف الفنان حسن الرداد عن صورة جديدة من ألبوم ذكرياته جمعته مع والدته الراحلة السيدة فادية الرداد التي وافتها المنية بيناير الماضية، داعيا لها بالرحمة والمغفرة وأيضا الدعاء لحماه الراحل الفنان الكبير سمير غانم. ونشر الرداد صورته مع والدته عبر صفحته الرسمية على فيسبوك صاحبها بتعليق: جمعة مباركة عليك يا أمي، اللهم اغفر لها وارحمها واغفر لحماي الغالي سمير غانم وكل موتانا جميعا إن شاء الله، أرجو الدعاء. وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي حرص الفنان حسن الرداد على مشاركة متابعيه وجمهوره بصورة من دولاب الذكريات تجمع والدته الراحلة مع النجم الكبير الراحل سمير غانم الذي غادر عالمنا منذ أيام عن عمر يناهز 84 عاما. واكتفى الرداد بوضع الكثير من القلوب الحمراء على الصورة التي نشرها عبر حسابه الشخصية بموقع انستغرام للراحلين والدته والنجم الكبير سمير غانم والد زوجته الفنانة إيمي سمير غانم. عمرو سعد يكشف كواليس زيارته للفنانة دلال عبد العزيز حالته حرجة. كشف الفنان عمرو سعد عن زيارته للفنانة دلال عبد العزيز مشيرا إلى أن حالتها لا زالت حرجة. وتابع سعد خلال استضافته في برنامج يحدث في مصر مع الإعلامي شريف عامر: دايما على تواصل طول الوقت مع حسن رداد ورامي رضوان، ورحت المستشفى لأنه بتربطني علاقة عاطفية كبيرة جدا مع أستاذة دلال، خصوصا بعد مشاركتها في مسلسل ملوك الجدعنة وعرفتها عن قرب أكتر وحصل بينا معايشة وحسيت أنها قريبة مني جدا وأنها فعلا أمي. وكشف عمرو سعد عن أنه عرض على أسرة دلال عبد العزيز إخراجها من المستشفى وتلقي العلاج بالمنزل، وأوضح: قلت لهم تروح البيت ونراعيها في بيتها بس هي حالتها حرجة شوية وربنا يكرم وتقوم لنا بالسلامة. ووجه عمرو سعد دعوته لدلال بالشفاء واختتم: بطلب من الجمهور الكريم يدعو لها من قلبه ربنا يشفيها. وشارك عمرو سعد ودلال عبد العزيز مؤخرا في بطولة مسلسل ملوك الجدعنة الذي عرض في رمضان الماضي. المسألة بسيطة: رأي دلال عبد العزيز في حضور حفل زفاف بعد أداء واجب العزاء. تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي انستغرام مقطع فيديو تظهر فيه الفنانة دلال عبد العزيز مفاجأة صورة تظهر لأول مرة من زفاف سمير غانم ودلال عبد العزيز.
من أشهر ثنائي الوسط الفنية، واللذان يحبهما الجمهور بشكل كبير. ولأن الجدعنة تظهر في وقت الشدة، ظهر ذلك الحب بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة عند وفاة أحدهما ومستمر حتى الآن لمرض الأخرى. سمير غانم ودلال عبد العزيز اللذان تزوجا عام 1984، وكانت قصة حبهم من أشهر القصص في الوسط الفنية، سواء بين العاملين فيه أو الجمهور. ونتج عن هذه الزيجة إنجاب فتاتين من أشهر الفنانات في مصر والوطن العربي، إيمي سمير غانم ودنيا سمير غانم. ولكثرة الحديث من قبل الجمهور عن هذه الأسرة الكريمة، نشرت صفحة على موقع تبادل الصور إنستغرام صورة للفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز وهما في حفل زفافهم، وظهرت دلال وهي ترتدي فستان أبيض أشبه بفستان الزفاف، فيما ظهر سمير ببدلة سوداء اللون. ورجح الجمهور أن هذه الصورة لحفل زفافهم، وكان لبعض الجمهور رأي آخر وهو أن هذه الصورة ليست صورة زفافهم، وإنما تم التقاطها بعد زفافهم بست سنوات، وكانت غلافا لمجلة وكتب بجانب الصورة تاريخ النشر. ولكن رد عليهم آخرون بأنه من الممكن أن تكون الصورة لزفافهم والمجلة هي من نشرتها بعد ذلك، ولكن أهم ما في الأمر هو شكل الثنائي في الصورة، فقد ظهرا وهما في غاية الجمال معا. تطورات في الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز لم تشهدها منذ إصابتها بفيروس كورونا. قال مصدر طبي في المستشفى الذي ترقد فيه الفنانة دلال عبد العزيز إن حالتها الصحية شهدت تحسنا في الساعات الماضية. وأضاف المصدر لموقع صحيفة الوطن المصرية أن الحالة الصحية للفنانة شهدت تطورات إيجابية متعددة في الساعات الماضية، وأن الأطقم الطبي المشرف على علاجها يواصلون متابعتها لحظة بلحظة. يأتي عقب مكوث الفنانة في المستشفى لفترة تزيد عن شهر عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد، مع حرص ابنتيها وزوجيهما على إخفاء خبر الوفاة بناء على نصيحة طبية حتى لا تسوء حالتها. ولم تعلم الفنانة دلال عبد العزيز خبر وفاة زوجها الفنان سمير غانم حتى الوقت الحالي، حيث تكتمت أسرتها بشكل كبير عن الخبر منعا لتدهور حالتها الصحية والحفاظ على حالتها الصحية النفسية. وهو ما أعلنه الإعلامي رامي رضوان أن الأسرة تعاني بسبب إخفاء معالم الحزن ومحاولة إبراز الإيجابية فقط. خبر صار عن الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز. كشف مصدر طبي في المستشفى الذي تعالج به الفنانة المصرية دلال عبد العزيز أن حالتها الصحية شهدت تحسنا في الساعات الماضية، وأضاف أن الحالة الصحية للفنانة الكبيرة شهدت تطورات إيجابية متعددة في الساعات الماضية، وأن الأطقم الطبي المشرف. الآن أعزائي المشاهدين، أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤال وأتمنى المشاركة بآرائكم في التعليقات. هل تعلم دلال عبد العزيز بوفاة زوجها سمير غانم؟ لا تنسوا أن تشاركوا بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة، لا تنسوا الصلاة على النبي.